مرحبا بكم في فيديو جديد، وموضوع اليوم هو 7 خدع رائعة للشعر. إذا أنتم طلبتم فيديو على الشعر، وأنا منذ مدة لم أقوم بفيديو بخصوص هذا الموضوع، لذا قررت أن أعطيكم 7 خدع سوف تساعدكم في الاعتناء بصحة شعركم وكذلك في الحصول على ستايل شعر أحسن. وبما أننا في فصل الصيف ودائما نذهب إلى البحر، أول خدعة هي ضع زيت طبيعي قبل الذهاب إلى البحر. ويمكنك أن تضع زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الخروع أو زيت الأرغان أو زيت الزيتون، وذلك لأن ماء البحر سوف يجفف الشعر ويجعله متموج وفوضوي، والتحكم فيه سيكون شبه مستحيل. وعند إضافة الزيت سوف يعمل كحاجز طبيعي بين ماء البحر وشعرك، لأننا كما نعلم الزيت والماء لا يختلطان، وعندما تخرج من البحر شعرك سوف يكون ناعم وسهل التمشيط. رقم 2، خلط الزيوت مع بعضها. دائما تسألونني ما هو أحسن زيت للشعر، وحسب رأيي أحسن الزيوت هي زيت جوز الهند وزيت الأرغان وزيت الخروع، ولكن عوض أن تبحث عن أيهم أكثر منفعة قم باشترائهم الثلاثة ثم قم بخلطهم معا في علبة نظيفة، وهكذا سوف تحصل على منافع الأنواع الثلاث. والخدعة رقم 3 هي ضع الزيت في شعرك ليلا واستحم في الصباح. أغلب الناس يضعون الزيت قبل نصف ساعة أو ساعة من الاستحمام، وهذا الأمر لا بأس به، ولكن إن كنت تريد الحصول على أحسن نتيجة وأحسن منفعة ممكنة من هذه الزيوت قم بوضعه في الليل قبل النوم، وأثناء النوم شعرك سوف يمتص ما يحتاجه من هذه الزيوت، وعندما تقوم الصباح وتغسله سوف يكون حريري ورطب جدا. وكما رأيتم أعطيتكم 3 خدع رائعة جدا باستعمال هذه الزيوت الطبيعية، وأعتقد أن الجميع يحتاجها ويمكنك التحصل عليها في الصيدلية. رقم 4، استعمال الهير سبراي، خاصة الآن في فصل الصيف فالحرارة والرطوبة سوف تؤثر كثيرا على شعرك، وكما ترون شعري حاليا في حالة مزرية ولا أستطيع أن أضيف إليه فوليوم كبير أو أجعله ثابت في مكانه لوقت طويل، وهذا كله بسبب الرطوبة. ولكن عندما تستعمل السشوار وتتحصل على الستايل الذي تريده، وبعد استعمالك للمستحضر المعتاد قم برش القليل من الهير سبراي على شعرك، وهذا سوف يثبت الشعر جيدا ويمنع الرطوبة أو الرياح من إفساد شعرك الجميل. رقم 5، استعمال السشوار بالهواء البارد لبضع دقائق. في حال كنت لا تعلم، فهواء السشوار الساخن يفتح مسامات الشعر، وهكذا تستطيع التحكم في شعرك في الطريق الذي تريده وإضافة فوليوم إلى الشعر ووضعه في الستايل الذي تحبه. ولكن عندما تنتهي من تجفيف الشعر والتخلص من الماء كليا قم بالتحويل من الهواء الساخن إلى البارد، والهواء البارد سوف يغلق مسامات الشعر ويجعل الشعر متماسك في مكانه لوقت أطول. رقم 6، استعمال الدراي شامبو، خاصة لأصحاب الشعر الدهني. الدراي شامبو هو مستحضر سوف يجعل حياتك أسهل بكثير، وهو عبارة عن شامبو في شكل بخاخ، يعني يقوم بتخليصك من الزيوت الزائدة دون الحاجة لغسل الشعر بماء وشامبو. لن يكون فعال كثيرا في التنظيف طبعا، ولكن سوف يمكنك من ربح يوم أو يومين من دون شامبو. ويمكنك أن تأخذ العلبة إلى أي مكان، وعندما تحتاجها فقط قم برش القليل على شعرك. رقم 7، استعمال غسول اليدين على الشعر المتناثر. أحيانا عندما تنتهي من تصفيف الشعر سوف تجد بعض الشعيرات متناثرة ولا تستطيع إبقائها متماسكة مع بقية الشعر، وذلك بسبب جفاف أو تقصف الشعر أو التضرر الكيميائي. وبكل بساطة تستعمل القليل من غسول اليدين وتمسحه على الشعر، وهذا سوف يضيف المزيد من الرطوبة ويجعل الشعر يتماسك مع البقية. وهكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تبخل علي بلايك وتعليق، ولا تنسى الاشتراك في القناة، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديو القادم.